السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليكم يا جماعة، تحياتي لكل متابعينا في كل مكان في الوطن العربي وكل مكان في محافظات مصر، تحياتي لكل الناس اللي منورانا والناس اللي بتشوف بقلبها قبل ما بتشوف بعينيها، تحياتي لكل الناس اللي بتثق في كابتن أبو نور ثقة عمياء وعارفة كابتن أبو نور بيعمل إيه وبيتحرك إزاي، تحياتي كمان لكل الناس اللي بتهاجمنا بشتى الطرق سواء بطريقة شرعية أو وش الوش أو بطريقة مخفية من ورا الظهر، طبعا دي بتبقى غريبة شوية. حلقتنا النهاردة يا جماعة حلقة هتكون شيقة جدا، حلقة هتكون رهيبة جدا، حلقة هتكون ان احنا ما بنرميش فيها على حد، هيكون الكلام صريح وكلام علني وبالصور وبالفيديو وبالصوت، كل حاجة هتشوفوها وهتعرفوها. حلقتنا النهاردة هتعرفك انت قاعد على اليوتيوب بتتفرج على قنوات ايه وبتعرف كل واحد نظامه ايه. حلقتنا النهاردة هتعجبك جدا، هتبسطك جدا، وكل الناس هتفهمها بطريقة بسيطة جدا. بس الحلقة دي لكل الناس اللي متابعانا بقالها فترة، يعني متابعة كل خطوة احنا بنتخطاها، متابعة كل حاجة احنا بنعملها، لكن الناس اللي لسه داخلة عندنا على اليوتيوب او لسه مبتدأ تتابع القنوات بتاعتنا ممكن تبقى صعبة عليهم شوية. طبعا يا جماعة حلقتنا حلقة هتكون شيقة بإذن الله. تمام، الموضوع كله سهل وبسيط جدا، مش هنصعبها عليكم عشان ما نكلكعش الموضوع. الموضوع عبارة عن مكالمة جات لي في التليفون في وقت متأخر جدا لشخص كل الناس عارفاه وكل الناس معانا على اليوتيوب عارفينه، شخص محترم جدا. الراجل ده كان عنده ظروف خاصة ومحتاج يدرب كلبه ومفيش طبعا الدخل مش كويس عشان طبعا الحاجات دي كلها. طبعا انا قابلت الراجل ده بكل ادب وكل احترام وشخصية محترمة، ربنا يبارك له يا رب ويوفقه. وكمان قلت له الغي كلمة الظروف او الحاجات دي كلها، احنا اخوات تمام، وتعالى هات الكلب وانت ودربه هنا وانت مطمن وما تحطش اي فرق مادي بيننا وبين بعض. والفكرة والله من غير ما نعرفه كانت بما يرضي الله وكانت بالحب وبالنية السالكة والصداقة مش اكتر من كده. محبة الناس كنز، كنز صعب ان انت تلاقيه. محبة الناس وثقتهم في كابتن ابو نور بقالهم فترة كنز صعب ان انت تلاقيه. الحمد لله ربنا طبعا ما ننساش دعوة الام لما بتقول روح ربنا يحبب في خلقه، والدعوة دي فعلا بتستجاب وما بتخطأش ابدا. لما جت لي المكالمة ابتديت ان انا احدد وابتديت ان انا اقرر. تمام، طبعا ما تيجي نسمع المكالمة كده يا جماعة ونشوف المكالمة دي بتقول ايه عشان كل الناس تبقى فاهمة ودارية من الاخ احمد. تمام، لما اتصل بينا في وقت متأخر بالليل وكنت انا ناسي خالص احمد، فلما اتصل بينا سمعنا المكالمة بتقول ايه، وتعالوا نربط الاحداث ببعضيها ونشوف احداث الفترة اللي فاتت دي وكان في قنوات على اليوتيوب بتعمل ايه. يلا بينا نسمع المكالمة. ده كابتن ابو نور عامل ايه؟ الله يخليك يا باشا. مين يا باشا؟ اخبارك؟ معاك احمد عبغاني. اهلا وسهلا يا باشا. فاكرني ولا مش واخد بالي؟ والله احمد عبغاني بتاع المحلة حبيبي اللي كان معاه روي هناك تعب رجله وجعاني. حبيبي حبيبي اهلا وسهلا. ازيك يا باشا؟ برن عليك والله من ايام العيد. لا لا مش عارف اعثر فيك بقى، انت عارف ان انت مشغول وكده واللايف برضه وبيبقى على التليفونات كتير. اخبارك انت؟ انت عامل ايه؟ اخبارك؟ كل سنه وانت طيب. انت بصحه وسلامه حبيب قلبي. حبيبي يا ريس، افتكرتني ولا لسه بقى؟ افتكرتك يا باشا. حبيبي يا ريس، بقول لك امون في ايه؟ خلي بالك في واحد كلمني من امتى اسبوعين. تمام تمام، بيقول لي انت كنت مدرب كلبك عند الكابتن ابو نور ومش عارف. قلت له اه يا باشا. فبيقول لي الكلب ايه رايك في شرس ولا تعبان ولا كام؟ قلت له الحمد لله شرس يعني وكده. الله اصل قال اصل الكابتن في واحد حبيبي ياسر رماح وكان عامل الكلب والكلام ده كله والكلب بتاعه ما بيعضش. فالكلب بتاعك انا اتفرجت على الفيديو بتاعك عنده ولقيته كمان ما بيعضش. تمام، خد بالك. فقلت له يا باشا انت جبت الرقم منين؟ قال لي بحس عنك على الفيس وبتاعه وكده. قلت طب ايه المطلوب مني يعني؟ قال لي اجي ابص على الكلب بتاعك ونصور معاك وبتاع. قلت له يا باشا انا مش بتاع الكلام ده. تمام، طب انت حضرتك مين بقى؟ قام جه قال لي خلاص بقى طالما مفيش تجاوب مش لازم تعرف ان مين. قلت له على فكره انا عايز اقول لك حاجه، الراجل ده كان مدرب للكلب من غير ولا جنيه وما خدش مني حاجه وكان عارف ظروفنا وانا كنت راجل تعبان اياميها والراجل عمل معاه واجب مش دي اخره الواجب. زي ما هو برضه ما كنا متفرجين على اللايف والراجل قال ما خدش من ياسر رماح فلوس
فكده ما خدش فلوس برضه. قال لي ما انا كنت هاجي برضه والكلب بتاعك انا عارف هو ما بيخلصش في الفط في الحته الاخيره وما بيعضش، واخده عندي برضه واخليه لك بيعض ومش عارف ايه وبتاع. قلت له يا باشا انا مش في السكه ديت. طب ويا ريت يعني طب بعد اذن حضرتك، معلش عشان خاطر ممكن نستاذنك بس نسجل المكالمه دي بعد اذنك. المكالمة اللي هي دلوقتي دي يعني، ولو عايزني في اللايف اتصل بك اقول لك اتصل، بس انت عارف اللايف عندك بتنينا رن، وطبعا ضغط الارقام التليفونات والكلام ده كله، فما فيش الكلام ده. حبيبي ربنا يبارك لك يا رب. هو انا صلى على انا دلوقتي لو انا قلت له اه ورحت انا خسران منك حاجه، بس انت راجل طب الاخر يعني. ربنا يبارك لك يا ابو حميد، ربنا يخليك يا غالي، الف شكر ليك جدا. وانت راجل معلش برضو من الناس المحترم، معلش ممكن نعيد يعني نقول تاني الكلام ده؟ ان الكلام ده بعد اذنك انا هنعمل بيه حلقه ممكن. يا باشا اللي انت عايزه انا خدامك يا كابتن ابو حميد. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك. طيب ممكن بقى نحكي اللي حصل بالظبط كده معاك في التليفون؟ يعني بدات تسجل يعني؟ انا كده بنسجل، هنسجل اهو. لا لا طيب. خلي بالك هو تليفوني كده معلش، هو تليفوني كده بيسجل الكلمات، فاهمني؟ بس لا ما فيش مشكله وماله. انا بستاذنك لان معلش اصل كلمه تسجيل مكالمه ديت طبعا دي لها احترام. لا يا باشا، هو انا خلي بالك والله انا بقالي اسبوعين اتنين بحاول ارن على حضرتك. لا يا حبيبي، حتى الرقم ده انا كنت مسجله بالصدفه ايام ما كنت بتقول لي تعالى خد الكلب، فانا كنت الرقم الثاني، والنهارده كلمت الرقم بتاع المزرعه النهارده. واحده ردت عليا وقالت لي ده مش هينفع الكلام، قلت لها طب انا عايزه بحاجه ضروري. تمام. بص يا ابو حميد صل على النبي. انا رقمي كده انا تليفوني اسف كده بيسجل، علشان انا تليفوني في ناس بتطلب مني جراوي وانواع كلاب وحاجات زي كده. مفيش مشكله، فانا بننسى فاهمني. فلما بيجي قدامي مثلا كلب معين لحد فبنقعد نفكر مين فبنجيب من المكالمات المسجله. مفيش مشكله يا باشا، سجل. وانا دلوقتي احنا بنتكلم بنقول اتكلم ابدا يا باشا. معلش بس عايزين نعرف ايه اللي حصل بالظبط بقى بالراحه كده يا باشا. ولا زي ما قلت لك هنستاذنك ان احنا هنعمل بالمكالمه دي. اتفضل. وما فيش مشكله. من قيمه 15 20 يوم في شخص ما كلمني، تمام، ما رضاش يبين عن شخصيته. طيب احنا الاول تعرف نفسك بس يا ابو حميد كده، تمام؟ انت كلمتني فجأة دلوقتي، الساعة دلوقتي واحدة ونص اهي. بعد نص الليل، تمام؟ كويس ان انت جبت الرقم. ممكن طبعا تعرف بس عشان ان ده هنذيعه على اليوتيوب، فيا ريت تعرف نفسك. انا احمد عبد الغني، كنت مدرب الكلب عند حضرتك من قيمة 4 5 شهور. تمام. وكان حضرتك عملت معانا واجب ودربت لنا الكلب من غير فلوس. تمام. اخويا مننا البعض. تمام. من قيمة 20 يوم في شخص ما كلمني. تمام. ما رضاش اعرف شخصيته طبعا. تمام. انت كنت مدرب الكلب عند الكابتن ابو نور. ايوه يا فندم كنت مدرب الكلب. اخباره ايه؟ بيسمع الكلام مش عارفه ايه. قلت له الكلب بيسمع الكلام، وكان برضو مشكلتنا اللي الكلب كان كبير في السن شويه والكلام ده كله. تمام. طب الكلب بتاعك انا واثق، اتفرجت على الفيديو وانا واثق ان الكلب بتاعك ما بيخلصش في العضه الاخيره، ما فيش. كان بيهوه وبيزوم وبيعمل بس في الاخر ما بيخلص. قلت له حتى لو انا عارف كده بس احنا يعني نص العام يعني كويس. تمام. طب ايه رايك اللي يعمل لك دلوقتي كلب يخليه بيخلص ويعض؟ تمام. قلت له ازاي؟ انت تبع يعني كابتن ابو نور ولا تبع المزرعه متابعه ولا ايه بالظبط؟ قال لا ده انا واحد تاني. قلت لك انت اتفرجت بقى طالما متابع ابو نور، اتفرجت على الحلقه بتاع ياسر رماح والكلب بتاعه ما بيعضش ومش عارفه ايه والكلام ده كله. قلت له يا باشا ماشي، ما يعني كده. طب احنا عايزين نجي لك ونشوف الكلب فعلا ونصور معاك الكلب بيعض ولا ما بيعضش. قلت له يا عم الكلب ما بيعضش، يعني نصور معاك يعني معناها كده ان هو حد ليه قناه على اليوتيوب. يعني هنيجي ونصور ونشوف الكلب والكلام ده كله. قلت له يا باشا انا مش بتاع الكلام ده، انا اصلا معلش مع احترامي لحضرتك مش تاجر كلاب. تمام. ولا بتاع كلاب، انا واخد الكلب ده هوايه كده ايه يعني لمزاجي على قدي وخلاص. تمام. يعني ولا صنف ولا بتاع الكلام ده كله. تمام. طب حضرتك مين؟ قال لا خلاص بقى مش لازم تعرف، طالما ما فيش استجابه ما بيننا خلاص. انا حتى كنت هخلي لك الكلب بتاعك هاخده عندي وبرده من غير فلوس، هخلي لك الكلب بتاعك يخلص ويعض من غير اي حاجه خالص.
عشان بس نثبت للناس وبتاع. وقلت له يا باشا انا مش بتاع كلاب ولا هصور مع حد، والراجل ده ما خدش مني فلوس. الراجل ده كان مديني هديه، مش اخره الواحد يديني هديه اللي انا دلوقتي ابقى وحش، او مثلا الحاجه دي حاجه فوق المتوسطه بشويه اللي انا ازعل منه واروح لواحد تاني عشان كذا. حتى لو انا في حاجه انا اروح للكابتن ابو نور، هو اللي عارف، هو اللي مشغل الكلب، هروح للكابتن هو اللي خلص الدنيا. حبيبي ربنا يخليك، واخد بالك؟ قال لي طب خلاص ماشي بقى، فرصه سعيده. طب حضرتك مين تاني؟ قال لي يا باشا ما يلزمكش تعرف. لحظه محمد، ما يلزمكش تعرف وخلاص بقى، وابقى اتفرج على الكلب بتاع النجم ياسر رماح واحنا مع بعض. تمام. بس كشخصيه ما افهمش هو مين، ما افهمش يعني كده. طب حتى في بوست كان بقول له طب انت جبت الرقم منين؟ اه يعني جبت رقم منين؟ تمام. قال لي عرفته بقى، جبته مش عارف ايه من على الفيس وبتاع والكلام ده. والمكالمه طبعا لما بلاقاش استجابه، لا المكالمه خلاص خلصت يعني، ما عادش فيه خدان وده زي الاول. تمام. بحاول انا اكلم حضرتك من 15 يوم حبيبي، من 20 يوم اكيد، معلش طبعا عارف حضرتك مشغول وكانت عيد والكلام ده كله. يعني يا ريت انا لو كنت انا ساعتها عارف كده كنت سجلت المكالمه فعلا. طبعا يا جماعه بعد ما سمعنا المكالمه ديت مفيش كلام تاني، يعني الكلام اللي احنا سمعناه من شخص ملوش اي عامل ان هو بيستفاد من ورانا حاجه ولا الكلام ده كله. الراجل درب كلبه ومشي من زمان، يعني الراجل ده لا بيدور على استفاده ولا بيدور على اي حاجه من ابو نور. الراجل ده كل مصلحته ان هو بيحافظ على العيش والملح، وبيحافظ على واحد جدع عرفه وعمل معاه دقه جدعنه. وطبعا انا ما بتكلمش عن دقه الجدعنه لان ده واجب عليا من ناحيه اي واحد بيحبني بقلبه وبيتابعني بخالص نيته. طبعا بعد ما سمعنا المكالمه ديت فكده الامور وضحت اكتر وكل حاجه جات. مين بيروح للناس اللي بتدرب عند كابتن ابو نور وبيبدا ان هو يتفاوض معاهم تمام علشان ياخد الكلاب بتاعتهم، ويبين ان كابتن ابو نور ملوش في اي حاجه في التدريبات وملوش في اي حاجه في المواضيع دي. كمان في حاجه طبعا معلومه لكل الناس اللي متابعانا، كمان في ناس من مربين الكلاب ما يعرفوهاش. حبيب قلبي واخويا النجم ياسر رماح من الشخصيات المحترمه جدا اللي احنا هنحط مقطع دلوقتي او مشهد للفيديو اللي هو واحنا بنسلم فيه الكلب هاتشي. حبيب قلبي من زمان، من قبل هاتشي ما يتولد اساسا، من فتره طويله، او من طبعا الموضوع ده احنا ما اتكلمناش عنه في حلقات قبل كده، بس خلاص بقى جه الوقت اللي احنا نتكلم عنه. النجم حبيب قلبي واخويا نور عيني ياسر رماح قبل كده من زمان خالص كان كلمني على كلبش. كلبش كان لسه جرو وهو بيلعب مع عميله في الشارع، بس المشكلة ان انا رفضت لان انا لما يكون عندي حاجة نيتي ان انا نوقفها لشغلي استحالة ان انا هنبيعها. طبعا لما طلب مني كلبش وكان هو مبسوط جدا بكلبش وكان نفسه ان هو ياخده، وانا مرضتش ان انا نطلع الكلب، فنزلت الكلب في حلقة على اليوتيوب في اغنية وكتبت عليها من فوق تحية للنجم ياسر رماح اللي هيبان قدامكم في الفيديو ده يا جماعة، وهو لسه جرو صغير، ده كلبش وانا ربطه في المكان القديم. تعالوا نشوف كده مقطع كلبش ونشوف مقطع من تسليم هاتشي بتاع النجم ياسر رماح اللي جالي بعد مدة كلبش زي سنة.
سالم يلا. ها تحت موت يلا. سالم Ah.
هدى عصابة. واقف ايه؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لكم يا جماعة، تحياتي لكل الناس المشتركة ومنورانا على قنواتنا على اليوتيوب. طبعا نجم مصر غني عن التعريف، فنان طبعا ياسر رماح، منورنا النهاردة في المزرعة، وعايزين نعرف بقى منه بصراحة من القلب، ايه رأيك؟ لا يا عم اختلف خالص يا عم والله بصراحة. لا 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 انسى انسى يا عم. فاكر يوم ما جبت الكلب؟ طبعا صورنا بالليل. فاكر ايام كان عندي كمان، وقلنا قلت عايز نشوف بقى حاجه تانية خالص. لا طبعا طبعا. ايه رايك في الكلب؟ انت خدت شهاده مني معتمد على مستوى الجمهوريه والعلم العربي حبيب قلبي عشان اجيب لك على بلاطه. ربنا يبارك لك فيه. اه والله العظيم، والناس عارفه على فكره بنور ان انا ما اعور انت اعور. سليم انت سليم. خدت بالك لما نشتغل مع الكلب من غير صوت؟ اه اكيد طبعا طبعا طبعا، غير كلمه كان الكلب ينفذ. لا 10 على 10. شفت هجمة الكلب؟ مسكته للدراع 100 100. عصايه كان بيترعب منها، وانا اتصلت بيك قلت لك المعاناه بتاعته. قلت لك يا نجم انت كنت بتخوف الكلب بالعصايه. قلت لي اه صح. قلت لك باذن الله هنغيره وهنخلي الكلب يخش على عصايه حلو. لا صح مظبوط. تمام مظبوط. في هنا الحته دي مكان الكمامات. أوه. تمام طبعا. الفتره الجايه دي ما تحاولش ان انت تلبسه. لا ما عنديش كمامه اساسا، ما بتعملش. حلو الكلام. طبعا كلب محتاج قوه في التعامل شويه. أوه. تمام زي ما انت شايف الكلب بياخد الامر. هاتش اقعد يلا برافو. طبعا الكلب بياخد الاوامر بطريقه جميله جدا. أوه. ومنتظمه. تمام تحاول الشراسه 10 على 10. شفت الشراسه؟ طبعا طبعا. مش حد يقدر يحط ايده عليه. لا 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 انسى. جدع عطش جدع جدع على بس خلاص اقعد يلا برافو خلاص بس خلاص اقعد. دي برضه مطرح الكمامه دي. اه الكمامات اللي مكان ماسك الكمامات. اه كل ده طبعا كل ده ما تركبش كمامه. لا انا ما عنديش ازاي. ما هو طالما ما ركبتش كمامه كل ده بتاع ده جنتي. انا زرق جنتي. هديك انا دلوقتي من عندي. ماشي تمام. تمام مبسوط؟ لا 10 10 بنور والله. عايزين كلمتين حلوين ثلاثه اقسم بعز الجلال. طبعا يا جماعه النهارده فرصه معانا النجم زعيم مصر ياسر رماح. ما بص مش احنا مش ممكن مش هنطلعوك من المزرعه. لا لا انت قاعد معانا النهارده. النهارده انا اول حاجه انا بشكرك يعني بصفه شخصيه بصراحه حبيب قلبي على اللي انت عملته معايا بصراحه. بالنسبه للكلب ده حبيب قلبي ربنا يبارك فيك. كان اولا انت يعني ايه طبعا انت راجل باحترامك لحته الحجز دي 10 على 10 حبيبي حبيبي. وعشان بس ما حدش ياخد ان بنور بيميز حد على حد. لا هو كله عنده واحد حبيبي. اه انا عشان مثلا ان في علاقه شخصيه محترمه بينا حبيبي. هو يعني ايه قعد الكلب الفتره اللي فاتت دي انا ما كنتش بسال، هو اللي كان بيعتني كانه كلب انا بصراحه حبيب قلبي ربنا. وبالنسبه لحته هاتشي، هاتشي كان عنده معاناه بالتلازينه كان مضايقني يعني. انا كنت قربت ان انا ايه ماشي من عندي بس عشان العيال متعلقين بيه فاهتميت ان انا اجيبه لابو نور حبيبي. ابو نور عمل عمل الصح والواجب في كل حاجه. ربنا يبارك لك فيه. عظيم ربنا يبارك لك فيه وتشوفه دايما في الزياده حبيبي حبيبي. واي حبيبي حاجه احنا هنا تحت امرك والمكان حبيبي مكانك حبيبي والمزرعه طبعا مزرعتك طبعا. وتنورنا ربنا في اي وقت. ربنا لك بركه ويبارك لك في كل حاجتك. تلاميذنا افتكرونا عجزنا وتلاميذنا افتكرونا عجزنا فعلا والله. ابو نور عمرنا ما رجوله ليها ناسها وابو نور هو اساسها حبيب حبيب ابو نور. وانا بشكرك ربنا يبارك لك يا زعيم. بشكر كل رجالتك طول ما بثقتك وبمحبتك. طول ما بثقتك وبمحبتك باذن الله مش هنعجز حاجه.
الفت نظر الناس لحاجه هنا، النظافه فرقه كتير مع كل الحيوانات، يعني سواء الكام فرصه الموجودين اللي هي الخيول الموجوده اهي طبعا قدامنا اهي، والاهتمام بيهم. وبالنسبه لكل كلاب سواء الكلب بتاع المزرعه او الكلب الغريب اللي جاي من بره، كلهم عنده واحد. فدي شهاده من ياسر رماح لاخويا وحبيبي، مش هقول اكتر، اخويا من اخويا وحبيبي ابو نور، ربنا يكرمك ويديك على قد ما انت بتتعامل مع حاجة الناس كويس. حبيب قلبي، حبيب قلبي، ربنا يبارك لي فيك يا رب، وشكرا لثقتك ديت، وثقتك دي عندنا حاجة كبيرة جدا. طبعا تحياتي ليك وتحياتي لكل محافظات مصر حبيب. والناس الجميلة، لكل الناس اللي تعرف ياسر رماح طبعا، الحمد لله رب، ربنا يبارك لنا فيهم يا رب. وطبعا من الشخصيات اللي احنا نعتز بيها ومن الشخصيات المحترمة جدا طبعا، نجم مصر يا جماعة اللي يتعامل معاه فعلا ويقعد قدامه. طبعا راجل جميل جدا جدا جدا، ومن اساس الادب ومن اساس الرجوله ومن اساس الاحترام، نجم ياسر رماح. تحياتي ليه وشكرا لثقته ديت، وشكرا لثقتكم كمان ومتابعتكم لينا على حلقاتنا. يا رب يكون هاتش عجبكم، واكيد انتوا شفتوه في مقاطع كتيره في الحلقات اللي فاتت، وشفتوا التغيير اللي كان معاه. هاتش كان مهايبر بنسبه 100%، كان من الصعب ان يمشي جنبك، كان دخلته على العصايه او دخلته على الدراع كانت ضعيفه جدا. ما حاولتش، جالي كذا مره الياس معاه، لكن ما حاولتش لان كلام صاحبه ومحبته هو ده اللي كان بيدعم. وطبعا كلمة واحدة اللي كان بيقولها، الكلب بتاعك اللي انت شايفه صح معاه اعمله، ده اللي كان بيدعمني ويخليني كل يوم نشتغل مع الكلب وانا مطمن. وبناء طلع الناتج معانا في هاتش كده. في الاخر نقول لكم تحياتي لكم وتحياتي للنجم ياسر رماح وكل فنانين مصر. طبعا 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 اخواتي وحبايبي، وانا بقول برضو بالنسبه كده، كل سنه وانتم طيبين، كل سنه وانتم احنا في ايام مفترجه حبيبي حبيبي، وربنا يزيح عنا البلاء يا رب، والوباء يا رب، وربنا يحمي بلدنا يا رب. يعني بناء عن الفيديو ده بنوجه شكرنا لكل الساده المسؤولين هم مهتمين بصحه الناس الايام دي حبيب. وربنا ان شاء الله يعني يغفر لنا ويفتح مساجده تاني بيوته عشان نقابل يعني الناس ترجع تاني كده تخضع للمولى عز وجل. اللهم امين. والحمد لله على كل شيء. الحمد لله الحمد لله. تحياتي لكم يا جماعه، ما تنسوش تعملوا لايك وشير وتفعلوا الجرس، تابعوا حلقاتنا وهتنبسطوا جدا بالحلقات اللي احنا بنقدمها. تحياتي للجميع، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. طبعا بعد ما شفنا المقطع بتاع كلبش وشفنا تسليم حلقه تسليم الكلب للنجم ياسر رماح، بس ما كنتش نعرف ان موضوع كلبش ان هو لسه طار ما خلص، يعني الموضوع كبير. وكمان كان في معانا مكالمات مسجله ان كلبش فعلا نجم حبيب قلبي واخويا كان طالبه قبل كده، بل لو نعرف ان الموضوع هيحصل فيه الايام دي كده كنت اديت للنجم كلبش من غير اي زعل. طبعا بعد كده فوجئنا ان في شخص محترم حبيب قلبي ذوق واخلاق ورجوله بدا ان هو يقابل النجم ياسر رماح بعد مسافه ما يقارب شهر ونص طبعا من تدريب الكلب عندنا في المزرعه هنا. تمام، فوجئنا ان هو بيقابله وبيقول ان الكلب ما اتدربش، مع العلم ان كان النجم مكلمني قبلها بثلاث ايام وقال لي الكلب 100 100. يا نجم الكلب عامل ايه؟ قال لي 100 100 بسم الله ما شاء الله. وكان مكلمني قبلها بثلاث ايام عشان يسالني على الديزانول والاكتاكروم يرشوا ازاي، ما قاليش خالص ان الكلب وحش ومش نافع. طبعا لما الكلب اتدرب عندنا هنا العمليه كانت بالحب وبالاخويه وكان بدون اي مقابل، وكنا مقضيينها محبه واخويه، لان ده راجل بصراحه يحترم وراجل احنا ما ندققش وراه على فلوس، لان كمان في الوقت ده كانت حال البلد وظروف البلد بسبب موضوع كورونا كان عامل مشاكل لناس كتيره واغلبهم فنانين مصر. طبعا الفنانين لما يكون في واحد عنده اي ظروف، ان ما كنتش انت تشيله يبقى انت مش ابن بلد وما انتش جدع وما انتش راجل، فلازم تشيله. بس لما تشيله في الاخر الموضوع تبص تلاقيه بينقلب عليك باتفاقيات، طبعا ده غلط. تعالوا كده نشوف يا جماعه بقى الاخ طبعا اللي قابل النجم ياسر رماح وخد منه الكلب. تمام، الموضوع كان اتفاقية مع حد تاني وكان تربيط مع حد تاني، لان بعديها فوجئنا كلنا ان في حلقات بدأت تنزل باتفاقات مع حد، وما تيجي نشوف احسن. احنا مستنيينه عشان نشوفه ايه مشكلة الكلب اللي معاه، وازاي اخده من مركز تدريب، وازاي عايز يدربه شراسة تاني. واحنا في انتظار دلوقتي النجم لازم طبعا النجم اهو طبعا، انت كده عرفت بقى هو
عايزين نعرفه بقى منك كام كلمة قبل ما ناخده برضه الكلب، عشان برضه في ناس مستنية الفيديو دوت بفارغ الصبر. برضه ازاي الكلب دوت طالع من مركز تدريب شراسة انت عايز تشغله شراسة؟ يعني انا دلوقتي الكلب ده لو انا شغلته هيحطني كده؟ لا. طب ايه بقى؟ ايه قبل عندي شغله؟ طب عليا كده ايه ده عودش؟ مش اقصى حاجة ممكن اعملها. طب انت استلمته ازاي؟ هو بقى كان يعني استلام اللي هو مربوط في الارض، واحد بيخش بيعمل الشغل ده هو اللي هو بس ماسك ما بيمسكش ويتكون تمام. يعني ده المفروض ده كلب شرس، المفروض طالع من مركز تدريب. تعالى كده المفروض طالع من مركز تدريب، يعني انا المفروض يقعد يعضني. خد عضني اهو. لا تعالى ادي اللي احنا بنتكلموا فيه. لناس ياما بتروح مراكز تدريب بتاخد الكلاب بتدخل مشوار تروح لهنا تروح لهنا، وزي ما انا اتكلمت قبل كده انا مش بنتقد اي حد ولا بهاجم اي مدرب. عايزين برضو دعمكم معانا عشان برضو الواحد يوصل اعلى واعلى. ويلا بينا نروح على محمد. ومحمد اهو يا ابني، ما اهو الراجل اهو يا عم، الراجل اهو عمال يدور عليه. يا حمام عامل ايه؟ طبعا في الوقت ده هتضرب الكوره برضه، عشان برضه الراجل مشرفنا فما ينفعش، لازم برضه نفوز. دول ايه؟ دول بقى دول شويه جولان كده. ما شاء الله ما شاء الله. طب هو حاجه تحط هنا؟ لا 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 تمام؟ لا تمام ماشي. يلا بينا طبعا محمد بقى زي ما قلنا هنشوفوا هنا يعرفوا نستغلوه احنا ونصيبنا. طبعا هنروح الارض كده برضه بصه كده اهو اللي احنا ايه لسه واخدينها انا طبعا ومحمد اهو. ايه الحاجات؟ ومحمد مشرفنا، فمحمد النهارده مقضي اليوم معانا لسه من دلوقتي اهو. لا تراجع على استسلام، مش عايزين نروح في اي حته. معانا كلب اسمه سيمبا، الكلب ده جاي من طنطا. صاحب الكلب درب الكلب ده في مزرعه تدريب كلاب في دمنهور، المزرعه دي مشهوره جدا. واللي اتفاجئت فيه في تدريب الكلب ده ان الكلب بيعمل كل حاجه على خوف، يعني الكلب قلقان من كل حاجه. وانا ماشي بيه طاقه، الكلب مستنيني عضبه مش مستنيني ان انا اكافئه، بيعمل الاوردر بكل خوف. وفي تقرير الحراسه الكلب كان جبان جدا بيخاف. الكلب ده كان شويه لما حد بيقرص عليه في الهجوم بيطلع يخبط بالكمامه والكلام ده. بمجرد ما قلعنا الكلب الكمامه وجينا نشوف شخصيه الكلب الحقيقيه، الكلب ولا كان بيعض ولا كان بيعمل اي حاجه، مجرد ما بيوصل للمهاجم الموضوع انتهى. الحمد لله تم تدريب الكلب ده. قول لي بقى اصل كان كلب شرس، كلب شرس ايه؟ معنى لنا اهو فعل عمل. عصافه ايه؟ خش ولا طبعا بعد ما شفنا مقطع التجمع الجميل ده والاتفاق على كابتن ابو نور، وبدات ان قناه ثانيه تستغل كابتن ابو نور وتستغل اسمه، بعد ما القناه دي قالت ان كابتن ابو نور ما كانش فيه داعي ان يعمل كده مع الاخ المحترم اللي من محافظه اسكندريه، تمام، طلعت قناه ثانيه تمام عشان
يقول ان في كلاب بتجيلنا من عند ابو نور بسبب مشاكل في السلوكيات ومشاكل في التدريبات، واحنا هنبدا نعدلها. صاحب الكلب ضرب الكلب ده في مزرعه تدريب كلاب في دمنهور، المزرعه دي مشهوره جدا، واللي اتفاجئت فيه في تدريب الكلب ده ان الكلب بيعمل كل حاجه على خوف. طبعا كنت بشوف كل الحلقات دي وكل الفيديوهات دي، او في ناس بتبعت لي الروابط بتاعتها عشان نشوف. تمام، شوف يا كابتن ابو نور، مش احنا بيبقى عندنا حاجه اسمها حب استطلاع شويه، يعني نشوف مين اللي بيحاربنا ومين اللي، عشان نعرف عدونا من حبيبنا، وده شيء طبعا اساسي عند المصريين، لازم تعرف عدوك من حبيبك وتركنه على جنب. لو انت راجل شاطر وراجل مجتهد يبقى مش هتشغل بالك باي حاجه ومش هترد وهتسيب كل حاجه. وفعلا ده اللي حصل، الموضوع ده بقاله فترة طويلة وما شغلناش بالنا بأي حاجة وما دققناش على أي حاجة. لكن من ساعة ما جات المكالمة التليفونية دي فجأة الساعة 1:30 بالليل، تمام، ابتدينا ان احنا نركز ونربط الحلقات ببعضيها ونربط الموضوع ببعضه، واتفقنا مع الناس ومع المشتركين ومع اغلب متابعينا ان الكلام ده لازم ينزل عشان الناس تعرفه. بعد ما كنت واخد قرار في قلبي ان انا نسكت ونكبر دماغي وما ندقش، لان بالطريقه دي ممكن ننزل من مستوايا على قنواتي على اليوتيوب. لكن الناس قالت يا كابتن ابو نور مفيش حاجه اسمها تنزل من مستواك، في حاجه اسمها ان انت تنزل الحلقه علشان كل الناس تفهم وتعرف ده بيعمل ايه وده بيعمل ايه. لحد امتى الناس هتروح لمربيين الكلاب تاخد كام ونصور معاك علشان نفضح فلان ونتكلم على فلان؟ طبعا الحمد لله ربنا يكفينا شر الفضيحة. الفضيحة هي اللي كانت للمتصل اللي اتصل بالأستاذ أحمد طبعا بالطريقة دي. الأستاذ أحمد لما كلمنا قلنا له طب انت تعرف تجيب الرقم؟ قال مش هنعرف نجيب الرقم، ده بقاله فترة وكنت بحاول اتصل بيكم. طب يا أستاذ أحمد انت متاح ممكن تسجل معانا وتصور وتقول بما يرضي الله وتحلف ان انت ده حصل؟ الراجل ما نكرش وقال وما قالش لا او رفض او كلام، الراجل قال نصور والكلام اللي انا بقوله على كامل مسؤوليتي. في نفس الوقت في وسط المكالمة اثبتنا له وعرفناه ان احنا بنسجل المكالمة، هل يصح ان احنا ننزلها؟ الراجل قال نزل يا كابتن على اليوتيوب وانا معاك، واي حاجة هتحصل طبعا استحالة ان راجل محترم يخلي يقول كلام كذب وعارف ان الكلام ده هيتشهر بيه على اليوتيوب. طبعا يا جماعة بعد اللي احنا شفناه وبعد اللي احنا سمعناه وبعد الكلام اللي دار قدامنا والحواديت اللي دارت قدامنا، احب اقول للنجم حبيبي واخويا فنان ياسر رماح طبعا ربنا يبارك له يا رب ويوفقه، واضح ان موضوع كورونا خلص تمام وطبعا هتبدا العمليه تمشي، ربنا يبارك لك يا نجم. اتمنى مبلغ اللي كنت انت وعدني بيه وقلت لي هنبعت لك لما موضوع كورونا يخلص، اتمنى المبلغ بتاع تدريب الكلب تحطه في مسجد يكون قريب من بيتك علشان ده طالع من ضميري لله. لو ما حطيتش المبلغ ده في مسجد يبقى انت مسؤول عن الحاجه دي. طبعا دي حاجه. الحاجه الثانيه اقول للناس الجميله اللي ابتدت ان هي تعمل معانا كده او المواضيع دي والحواديت دي عشان نكسب بيها مشاهدات ونكسب بيها استعطاف من الناس، اقول لهم صدقوني مش هو ده باب النجاح. باب النجاح ان انت تمشي في خطك، ان انت تمشي زي ما كنت ماشي الاول، ما تمسكش حد وتعلق عليه علشان تكسب على قفاه معلومات. معنى ان انت تكتب كلمه ابو نور على حلقه عندك على اليوتيوب يبقى انت كده باحث عن الشهرة، لان انت عارف ان ابو نور واخد شهرة بسم الله ما شاء الله، فمعنى كده يبقى انت بتبحث عن الشهرة. لو انت بتتكلم ثقة يبقى مش هتكتب اسم حد على قناتك زي ما انا كاتب تحت الحلقة ديت، استحالة ان انا نكتب اسم حد على قناتي لان عارف الحلقة بتاعتي بتنزل وكل الناس بتشوفها بطريقة ازاي وبتعرفها ازاي. تحياتي لكم جميعا، يا رب تكونوا استفدتوا من الحلقه ديت عشان لما تتابعوا على اليوتيوب تعرفوا الطباع الداخليه للبني ادمين. تحياتي لكل متابع لينا، احلى مسا عليكم، كل سنه وانتم طيبين. مش مهم الكومنتات في الحلقه ديت، انا عايز بس اشوف رد فعل قلوبكم كانت ايه واشوف رد فعلكم كان ايه. تحياتي للجميع، واظن مفيش مفاجاه احسن من كده. ما تنسوش تعملوا لايك وشيروا الحلقه دي على قد ما تقدروا عشان كل الناس تعرف مين ابو نور وتعرف الناس في ناس بتعمل ايه علشان تهاجم بني ادم زيه وتهاجم حد زيه. تمام، شيروا عشان الناس تفهم. وكمان احب اقول لكم كان في حد زعل جدا جدا جدا، مدحت شعبان ده من الناس المحترمه، كان راجل واكل معانا عيش وملح هنا، لما سمع الموضوع ده فقال لي يا كابتن ممكن تبعت لي المكالمه؟ بعت له المكالمه عادي بطريقه بسيطه وطريقه سهله، قال لي انا ممكن نعمل عليها حلقه. قلت له اعمل حلقتين اعمل 10 انت عايز تعمله اعمله. تمام، طبعا الكلام ده يا جماعه رفقا
بالوفاء بتاع الحيوان اللي احنا مربيينه، لازم ننتمي لوفاء الكلب شوية ونسمع من الكلب نمشي ازاي ونتعلم منه ان احنا نكون اوفياء لبعض ازاي. لكن للأسف مهما ان احنا نربي كلاب برضو من جوانا اسود، بس طول ما انت بتخيط بابيض هتلاقي اللي يخيط وراك بابيض، طول ما انت بتخيط باسود هتلاقي اللي بيخيط وراك باسود. هنا يا جماعة البني ادم اللي معاه ربنا عمره ما بيقع، عمره ما بيقع لو السما انطبقت على الارض. تحياتي لكل متابعينا وكل الناس المشتركة معانا، ما تنسوش لايك وشير تاني، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ومفاجأة بإذن الله قريب جدا مع كابتن أبو نور تانية غير دي.